كنشكر جريده الجريده الالكترونيه صوتكم اللي انتقلت لنا لعين المكان. معكم محمد العبود وكيل لائحه حزب الاتحاد المغربي للديمقراطيه. اليوم عندنا دوره تكوينيه للشباب اللي غادي ينسجم معنا واللي غادي ياخذ معنا هذه التجربه. هذه كنقدموا لهم دوره تكوينيه خاصه بالاسعافات الاوليه اللي الموضوع ديالها اللي هو تدابير الوقائية لجائحة كوفيد. والإخوان أنه احنا كنلاحظوا أنه غالبية الحملات وغالبية الحملات الانتخابية اللي كيقوموا بها الأحزاب الأخرى كتكون مقتصرة على توزيع المناشير أو الإشهارات في مواقع التواصل الاجتماعي. احنا ارتأينا في هذه الفترة هذه أنه يستفدوا معنا الشباب بتقنيات جديدة وبأساليب جديدة من هذه الدورات التكوينية اللي كنقوموا بها في المقرات ديالنا. وكنتمنى صادقا أنه هذه الظاهرة هذه تعمم في جميع مناطق المملكة ويكون فيها فائدة للبلاد وتكون ونعطي صيت على الصعيد الدولي ونشرفوا بلادنا ونمثلوه بأحسن تمثيل. وكنتمنى صادقا أن الصدى ديالنا يوصل للناس ويوصل للمواطنين. ونتمنى إن شاء الله هذه التجربة هذه تنجح وتوصل لأبعد مستوى. تحية نضالية مريم الأصفر، اسم ديالي مريم الأصفر، مرشحة في حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، مستفيدة اليوم من الفورماسيون اللي قدمها لنا الحزب ديال الاتحاد المغربي للديمقراطية غراتويت يعني فابور. هاد الفورماسيون استفدنا فيها بزاف ديال الحوايج. هي فورماسيون ديال الإسعافات الأولية. حنا كشباب محتاجين بحال هاد الدورات التكوينيه حيتاش كتنمي من قدرات ديال الشاب وكتعطيه بزاف ديال الحوايج ونقدروا نستافدوا منها من هنا لقدام. شكرا حزب الاتحاد المغربي للديمقراطيه. معكم الكاموني عبد الفتاح، مستفيد من الدوره التكوينيه في الاسعافات الاوليه، خصوصا ونحن البلد ديالنا والعالم باسره يعرف اجتياح فيروس كورونا الذي له عده مضاعفات خطيره، خصوصا بلدنا مقبل على مجموعة من التظاهرات خصوصا الانتخابات الجماعية أو الجهوية أو المحلية. ونحن استفدنا في هذا اليوم هذا من الإسعافات الأولية تحت إشراف وتأطير حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية. وكنتمنى من هذه التجربة تعم التراب الوطني، لأن الشباب هم في حاجة ماسة مثل هذه التكوينات خصوصا وأنه هناك مرحلة لتوزيع المنشورات لإعداد المرحلة الانتخابية. وشكرا لصوتكم.